كثر إن هي ساعات يعني ستعيشها مدينة رفح. عدد كبير من الآلية الإسرائيلية تقدمت من الحدود المصرية الفلسطينية باتجاه وسط مدينة رفح، باتجاه منطقة دوار العودة ومنطقة الكراي الشرقي ومنطقة مخيم الشابورة. هذه المناطق التي يتقدم إليها الاحتلال بين الفينة والأخرى، وسط إطلاق نار كبير ووسط إطلاق المسيحية الإسرائيلية لاتجاه منازل المواطنين في شرق مدينة رفح. أيضا إطلاق المسيحية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود المصرية الفلسطينية عدد من القذائف اتجاه منازل المواطنين نسمعها بين الفينة والأخرى. وأيضا في غرب مدينة رفح بالتحديد في منطقة السلطان ومنطقة حيل سعودي 1 وحيل سعودي 2 وحيل سعودي 3، تقدمت عدد من الآليات اتجاه هذه المناطق وسط إطلاق نار كثيف أيضا وإطلاق المدفعية الإسرائيلية عدد من القذائف اتجاه المنازل. الوضع الإنساني هنا في مدينة رفح كاترين ما زال وضع إنساني صعب، ما زال في أسوأ حالات، يعني المعابر مغلقة منذ أكثر من 50 يوما. أيضا معبر رفح البري الذي أخرجه الاحتلال عن الخدمة وأحرق محتوياته بالكامل، وأيضا معبر كرم أبو سالم لكن لم يدخل المساعدات الإغاثية والصحية وأيضا الغذائية للقطاع منذ أكثر من 50 يوما. أيضا الوضع الصحي كاترين هنا في مدينة رفح ما زال وضع صحي صعب، وضع الصحي في أسوأ حالاته. المستشفيات المركزية خرجت بالكامل عن الخدمة منذ بدء العملية البرية على مدينة رفح، وأيضا المستشفيات الميدانية خارجة بالخدمة عن الكامل وسط حالة صحية صعبة لهذه المدينة. أيضا ما زال عدد من الشهداء كاترين في أغلب مناطق مدينة رفح متناثرين في الطرقات وسط صعوبة وصول السيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني لانتشالهم. قبل قليل نجحت الطواقم الطبية بانتشال شهيدين من منطقة تل السلطان وسط صعوبة كبيرة، لأن منذ وصول سيارات الإسعاف في هذه المناطق التي تعد منطقة عمليات ومناطق عمليات للجيش الإسرائيلي يتم استهدافهم بشكل مباشر. هذه الأوضاع الميدانية حتى اللحظة هنا كاترين في مدينة رفح. أشكرك من رفح مراسل الغد علاء أبو مكسر.